بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية، واحنا بنتابع فعاليات مؤتمر المناخ وعلى هامش طبعا الفعاليات الشغل الجميل المعمول في شرم الشيخ مع الوفود والزوار والناس الحاضرين. وكان من شوية معايا زميلي محمد سلامة وهو بيتكلم عن فرق ومسرح مسرح السلام وعروض لفرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات الجمهورية. فديفيليه كده حاجة جميلة، تراثنا ثقافتنا والأجانب يبقوا شايفين والأجواء كمان تكون جميلة وفيها بهجة وتروج لبلدك وتروج للسياحة. معانا دلوقتي على الهواء الكاتب أستاذ محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي. برحب بحضرتك معانا يا أستاذ محمد، مساء الخير. أستاذة لبنى، مساء الخير ومساء السلام من أرض السلام، إزيكم؟ أهلا أهلا وسهلا، المايك مع حضرتك بقى، أنت وصف لنا الأجواء عندك والفنون الشعبية والثقافة إزاي بيتم تقديمها لضيوف مصر. الحقيقة الأجواء هنا مبهجة جدا جدا، وحالة من الفرح والسعادة في أهالي شرم، مش بس في القائمين على تنفيذ الاحتفاليات. مصر بتستضيف 190 دولة، وفود وقادة 190 دولة، ده رقم حدث دولي في مصر. احنا الحمد لله يعني قدها وقدود زي ما بيقولوا المصريين، قدها مضيافين وكرمة. النهاردة ثقافة يعني تحت رعاية وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني بتقدم أكثر من 100 فعالية خلال المؤتمر من يوم 6 اليوم حتى يوم 17 أو 18 ختام المؤتمر. عايز أقول لحضرتك فرق الفنون الشعبية لهيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بتقدم فعاليات كبيرة جدا. النهاردة كان في ديفيليه من حوالي 10 دقائق ممتد على مدار ساعة في ممشى خليج نعمة، كل الوفود الموجودين كل الضيوف الأجانب والعرب الموجودين كانوا بيصوروا لايف من كاميراتهم الخاصة من تليفوناتهم. أنا متأكد إن احنا النهاردة شرم بقت الترند على مستوى العالم. فرق جميلة جدا، فرقة الحرية اسكندرية، فرقة أسوان من جنوب مصر، وفرقه التحطيب واللعب بالعصا او الرقص بالعصا لفرقه سوهاج، فرق القناه وسينا منها النهارده بورسعيد، فرقه بورسعيد للفنون الشعبيه وفرقه الاسماعيليه للفنون الشعبيه، فرقه الشرقيه، فرقه التنوره من الغوري او من الغوريه. عايز اقول لحضرتك فرق كبيره جدا جدا بتقدم النهارده احتفالات كبيره. النهارده اول احتفالاتنا بعد الديفيلي اللي كان تم في ممشى خليج نعمه السياحي، النهارده على مكان او على مسرح السلام اللي منشا خصيصا ضمن المنشآت الكتير اللي اتعملت او تم انشائها تحت رعايه يعني محافظه جنوب سيناء. طبعا كل الشكر للقائمين على هذا الصرح العظيم، واللي احنا شايفينه الصوره مبهجه جدا في شوارع وكل طرقات وكل ارصفه واماكن جنوب سيناء. كل الشكر لمعالي الوزير المحافظ الدكتور اللواء خالد فوده وكل القائمين معه، كتيبه العمل الوطني الجميل. عايز احيي الداخليه على اللي بتقدمه بالشعور بالامان، التامين في الشارع هنا يعني عايز اقول لك اكنك ماشيه طبعا. فين يعني الناس كلها بتشكر بكل اللغات. النهارده فرق الفنون الشعبيه للموسيقى لاصول الثقافه بتقدم تابلوهات استعراضيه من البيئات المحليه المختلفه. لا واحنا كل يوم هنشوف حضرتك بتقول لي 100 فعاليه ما شاء الله في اسبوعين يعني، فلا ده احنا لسه هيكون لينا كلام وهنتابع. احنا يوميا عندنا أربع احتفالات، يوميا عندنا أربع احتفالات في ثلاث أماكن، في السوق الشرقي، في خليج نعمة، في مسرح السلام اللي ورانا، في أيقونة السلام. لسه هنشوف ونتكلم تاني يا أستاذ محمد. أنا آسفة عشان الوقت، بس للحديث بقية هنرجع نتكلم ونشوف برضو إيه الجديد والحاجات الحلوة اللي بتحصل. أستاذ محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، بشكرك شكرا جزيلا.